سلام ونعمة على الجميع. آية اليوم تقول حينئذ أسلمهم، أي بيلاطس أسلم مين؟ المسيح، إليهم ليصلب، فأخذوا يسوع ومضوا به. هذه تلاقيها في يوحنا 19 الآية 16. السؤال هو كيف يا بيلاطس سلم المسيح لطالبينه علشان ينصلب؟ كيف يا بيلاطس تتحمل وزر دم المسيح البريء؟ أسألك يا بيلاطس، قدرت يومها تنام؟ طبعاً ضميرك يوجعك وكرهت اليوم اللي صرت فيه حاكم، وأكيد تتمنى لو كنت إنسان عادي ولا تكون حاكم، وهذا الدم البريء رقبتك ليوم الدين. بيلاطس، أنت تعرف أنه المسيح بريء من كل التهم الكيدية وشهادات الزور ضده، وأن يسوع المسيح مظلوم. بيلاطس، أنت اعترفت ببراءة المسيح لما قلت 3 مرات لست أجد فيه إلا واحدة، قلتها 3 مرات في يوحنا 18:38 ويوحنا 19:4 ويوحنا 19:6. إذن ليش تطبخ لإرادة الشعب وتسلم المسيح لصالبينه بالرغم من اعترافك ببراءة المسيح؟ بالنسبة لي التفسير الوحيد هو واضح أنك يا بيلاطس كنت خايف من الشعب أكثر من خوفك من الله، خايف من أن الشعب يثور ضدك، ونسيت أن كل الأمور بيد الله وتحت سيطرته. بيلاطس، أحب أقول لك ترى مو أنت الوحيد جبان، كثيرين هم الخوافين مثلك وما تعلموا من قصتك بعد 2000 سنة. الأمر للأسف يحدث كل يوم إلى يومنا هذا. كم مسيحي يخفي إيمانه لأنه خايف، وكم متقدم للمسيح مثلي يخفي إيمانه لأنه خايف. كم بيلاطس الآن موجود يشاهد هالحلقة من خلال شاشة التلفزيون أو الكمبيوتر أو الآيباد أو غيرها؟ ترى هذا الموقف صار من يوم سقط آدم وحواء بسبب الخطية، خطية شهوة الأكل من شجرة معرفة الخير والشر، شهوة التشبه بالله وأخذ مكانة الله. ولا زال الإنسان يسقط في نفس الخطية اليوم وكل يوم، وما حدث مع الرب يسوع المسيح من حوالي 2000 سنة سيظل يحدث إلى بعد عقد من الزمان، ومن 20 سنة، وبعد 2 سنين، والعام الماضي، واليوم. لكن اليوم هو يوم خلاص لك أنت اللي عم تسمعني الآن، بما أنك سمعت إلى هذا الحد واضح جدا أنك مختار من قبل الله، وإذا كنت قد سبق اختيارك أكيد أنك تبغى تكون سبب بركة لأحد من الأهل والأصدقاء. إيش تتوقع أنه يصير لو أنت قررت من نفسك أن تشارك هذه الحلقة الآن مع أصحابك وأهلك وربعك على الفيس وسائل التواصل الاجتماعية المختلفة وفي مجالسك؟ شارك الآن علشان تعرف الجواب، وبركة المسيح مع الجميع. آمين.